عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بي ذا فيرست، خليك الأول. معكم مستر هيثم التركي مدرس العلوم. هنحل دلوقتي مع بعض امتحان علوم محافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول 2023. اكتب المصطلح العلمي الجسم الذي لا يتغير موضوعه بتغير الزمن، ده هيكون الجسم الساكن. ارتداد الشعاع الضوئي الساقط في نفس الوسط عندما يقابل سطحا عاكسا، ده هيكون انعكاس الضوء. الإزاحة المقطوعة في وحدة الزمن أو في واحد ثانية، هتبقى السرعة المتجهة. العدسة الضرورية لعلاج عين إنسان لا يرى الأجسام البعيدة بوضوح، هتبقى عدسة مقعرة. متى يحدث كل مما يلي؟ طول الصورة المتكونة لجسم بواسطة عدسة محدبة أقل من طول الجسم، طبعا يكون طول الصورة أقل من طول الجسم لما يكون الجسم موضوع على بعد مركز التكور. عدم مقدرة الخلية الحيوانية على تكوين خيوط المغزل، طبعا بسبب عدم وجود الجسم المركزي. زاوية السقوط لشعاع ضوئي على السطح العاكس لمرآة مقعرة تساوي صفر عندما يسقط الشعاع عمودي على المرآة. تكون مستعمرة بواسطة فطر الخميرة عندما لا ينفصل البرعم عن الخلية الأم. شكل المقابل يصف تحرك جسم في خط مستقيم من النقطة A إلى النقطة B قاطعا مسافة 3 متر، ثم تحرك في مسار دائري حتى النقطة D مرورا بالنقطة C، فكان مقدار الإزاحة الكلية له 17 متر. احسب المسافة BCD، اعتبر طه بتساوي 22 على 7. طبعا الإزاحة من A لD 17، هنشيل منها الجزء اللي هو بتاع من A لB، هيبقى كده نشيل منها 3، يبقى هيتبقى 14 متر، ده القطر يعني نص القطر 7. طبعا احنا المسافة اللي هي من بي لسي لدي هتبقى نص اللي هي نص المحيط اللي هي طه نق، يبقى طه اللي هي 22 على 7 في 7، يبقى كده الناتج بتاعنا 12 متر. قارن بين العجلة الموجبة والعجلة السالبة من حيث تأثيرها على السرعة النهائية مقارنة بالسرعة الابتدائية. طبعا العجلة الموجبة هتبقى السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية، والعجلة السالبة هتبقى السرعة النهائية أقل من السرعة الابتدائية. الخلية التناسلية اللي هي المناسل والخلية الجنسية اللي هي المشيك من حيث عدد الكروموسومات بالنسبة لعددها في الخلية الجسدية. طبعا في الخلية التناسلية هيبقى متساوي، عدد الكروموسومات متساوي، إنما في الخلية الجنسية هيبقى نص عدد الكروموسومات. صوب ما تحته خط البعد الباري للعدسة المحدبة السميكة يساوي البعد الباري للعدسة المحدبة الرقيقة. طبعا هنا السميكة بيكون البعد الباري بتاعها أقل منه. في مجرة درب التبانة يتجمع عديد من النجوم القديمة في الأذرع الحلزونية، هيبقى في مركز المجرة. سقط شعاع ضوئي بحيث يصنع مع سطح مرآة مستوية زاوية 20 درجة، عندئذ ينعكس الشعاع بزاوية هيبقى 70 درجة. وحدة بناء الكون هو هتبقى المجرة. السيارتان A و B تتحركان في عكس الاتجاه، فإذا كانت السرعة النسبية للسيارة B تساوي 100 كيلومتر لكل ساعة، بالنسبة لمراقب داخل السيارة A والتي تتحرك بسرعة قدرها 20 متر لكل ثانية، كم تكون السرعة الفعلية للسيارة B مقدرة بوحدة كيلومتر لكل ساعة؟ هنعمل ايه؟ اول حاجة هنحول ال100 كيلومتر لكل ساعة دي هنضربها في 5 على 18، والناتج اللي هيطلع هنبدأ بعد كده ان احنا طبعا هنا في عكس الاتجاه وهو عايز السرعة الفعلية، معنى كده انا هطرح الناتجين من بعض، وبعد كده بعد ما الناتج يطلع معايا هرجع تاني اضربه في 18 على 5 علشان خاطر احوله الى كيلومتر لكل ساعة. ندخل في السؤال اللي بعده. في الشكل المقابل مقدار سرعة الجسم في الفترة بي سي يساوي مقدار هتبقى العجلة. تتكاثر اليوجلين عن طريق هيبقى الانشطار الثنائي عندما يستغرق الجسم متحركا زمنا قدره 2 ثانية ليصل مقدار سرعته النهائية 5 امثال مقدار سرعتها الابتدائية، يكون مقدار عجلة حركته هتبقى ضعف. عند تكوين حبوب اللقاح في النباتات الزهرية يحدث انقسام ميوزي فيه هيبقى المتق، ضع علامة صح أو خطأ. يحدث التكاثر اللاجنسي في الكائنات وحيدة الخلية فقط، غلط. عندما يتسابق فهد مقدار سرعته 27 متر كل ثانية مع سيارة مقدار سرعتها 90 كيلومتر كل ساعة، يتقدم يعني يتغلب الفهد في السباق على السيارة. طبعا التسعين دي هنحولها هنضربها في 5 على 18 فهتطلع 25، والفهد سرعته 27، يبقى معنى كده الإجابة صحيحة. الانقسام الميتوزي هام للطفل وجرح الحروب، صح. عندما يتحرك جسم بسرعة منتظمة تكون سرعته المتوسطة أكبر من سرعته المنتظمة، غلط. وضع جسم في منتصف المسافة بين مرآة مستوية والمركز البصري للعدسة محدبة لامة بعدها الباري 6، فتكونت له صورة بواسطة المرآة المستوية وعلى بعد منها قدر 12. حدد المسافة بين المرآة والمركز البصري هتبقى 24. طول الصورة المتكونة بواسطة المرآة نقط طول الصورة متكونة بواسطة العدسة، طبعا هيكون يساوي. استخرج كلمة شاذة. اول واحده هنختار الكتله، تاني واحده هنختار السديم، تالت واحده هنختار متر لكل ثانيه تربيع، ورابع واحده نظريه الانفجار العظيم.
أكمل. المرآة الكرية التي تستخدم عند زوايا الطرق الضيقة لمتابعة حركة السيارات تسمى مرآة، تبقى محدبة. يسمى الطور الذي يحدث فيه بعض العمليات الحيوية لتجهيز الخلية المقصية، ما هيبقى الطور البيني. يتواجد الجسم البعيد بالنسبة للعين السليمة على بعد، هيبقى 6 متر. يسمى كل خيط من خيطي الكروموسوم بكروماتين. السؤال اللي بعده، بعد انعقاد المؤتمر العالمي للمناخ بمدينة شرم الشيخ، قرر مالك مطعم أن يعتمد على الطاقة الشمسية في طهي الطعام باستخدام مرآة كرية، فإذا كان البعد المناسب بين موضع إناء الطهي وقطب المرآة كي يتم طهي الطعام في أقل مدة زمنية هو 3 متر. حدد مالي نوع المرآة، طبعا هتبقى مرآة مقعرة. اسم الموضع هتبقى طبعا البؤرة. مقدار القطر هنضرب 4 في 3 هتطلع 12 متر. اتمنى ان انتوا تكونوا وفقتوا في حل الامتحان. كان معكم مستر هيثم التركي من قناة بي ذا فيرست. خليك الاول، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.